هذه صورة من انتخابات العراق عام 2005. في هذه الانتخابات لم يكن مطلوباً من النواب تقديم برامجهم السياسية أو رؤاهم الإصلاحية. انتشرت في بغداد ملصقات على كل الجدران: صوت لهذه القائمة أو سينالك غضب علي وآل البيت. كان البرنامج السياسي والتنموي والإصلاحي لهذه الانتخابات المذهب والطائفة. وعلبوا الناس وزجوهم، إذا ما تنتخب توقف لك فاطمة بنت رسول الله عليه السلام يوم القيامة تحاسبك، ما تدخلك للجنة. طيب. سيلك لما انتخل نسيت 5-5-5، نسيت 1-6-9، نسيت إلى آخره. أسلموا الدولة. شرعت أبواب مجلس النواب العراقي بوجه العمائم والطوائف، سنة وشيعة وأكراد. تركوا السلاح وجاءوا للقتال في معركة سلاحها التفسيرات المتباينة للدستور، ومنها بشأن ثروات المركز وأموال الإقليم. وعد الهاشمي بأن يكون رئيسا لهذا المجلس. المعلومات اللي عندي أنه طارق الهاشمي كان مرشح ليكون رئيس البرلمان العراقي، فجأة نشاهد طارق الهاشمي يصبح نائبا للرئيس. وش اللي تغير؟ أنا رشحت على مدى 6 أشهر قبل يعني بعد ما انتهت الانتخابات، قبل الانتخابات علمت، يعني خلينا نقول بشكل واضح، هذا الأمريكان أبلغونا أنه في توزيع المناصب الثلاث: الجمهورية والمجلس النواب والمجلس النواب، أي منصب من مناصب تردون أنتوا وترغبون بيها. أنا شخصيا اللي هم المناصب الثلاثة: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب. مجلس النواب. أنا قلت له الحزب قرر على هالمسألة، إحنا نريد نبني دولة مو قضية وجاهة. بناء الدولة يجري عن طريق تشريع. بلغناهم الأمريكان، جاوبونا قالوا خلاص، يعني القضية البقية ليس لديهم اعتراض. على مدى 6 أشهر طارق الهاشمي يدرس دساتير العالم، يدرس التجارب الديمقراطية، يدرس أنواع الأنظمة، أنظمة الحكم. وجينا وصلنا إلى اليوم الموعود، وعلى أساس أنه الموضوع منتهي، لما جينا طرحنا صار لقاء وطرحنا الموضوع، والجماعة يعترضون، قالوا إحنا لا يمكن نوافق أن مجلس النواب نطيل العرب السنة. منهم الجماعة؟ وعلى وجه الخصوص طارق الهاشمي. تقول الجماعة يعترضون، منهم ذولا؟ الشيعة ترضون، ممثلي الشيعة، يعني كان ائتلاف العراق الموحد، ويجمع يعني التكتل، هو التكتل الشيعي اللي كان موجود، قالوا احنا ما نوافق يعني لا الحزب الاسلامي ولا على طارق الهاشمي بالنص، خلي يجي شخص اخر. ودزوا اليوم الثاني خصوصا ممثل من حزب الدعوة، قال احنا ما عندنا مانع، بل نفضل ان يكون على رأس الدولة عربي سني، ما يكون من اي طائفه. هذا قالوا لك؟ قالوا لي، فقالوا رشح. دزوا لك مين اللي قالوا؟ رفض، احنا رفضنا، قال موضوع المجلس صحيح، بس اريده كان تكون انت رئيس الدوله. قلت لهم انا ما دخلت الموضوع نهائيا، لانه انا ما كان عندي رغبه بصراحه، والدليل على ذلك الدوره السابقه، انا دفعت شخصيات، يعني دفعنا للنائب رئيس الوزراء ضابط بالجيش العراقي كان عبد المطلق الجبوري، وأنا لم أرشح نفسي. في الجمعية الوطنية والتأسيسية إلى آخره، أيضا دفعت بعض الأخوة بالحزب، كان نصير العاني موجود، كان العزي رحمة الله عليه كان موجود، وإلى آخره. ما كان عندي رغبة أن أشترك بالوزارة بصراحة، بس بالانتخابات الجديدة أصر الأمان العامة أن يكون هذه المرة لك موقع في الدولة. هكذا أنا ما قدمت نفسي، وأشاهد التاريخ والأخوة في المكتب السياسي اللي كنت أعمل معاي يشهدون هذا الموضوع. المهم الشيعة رفضوا، الأكراد ما دخلوا بالموضوع حقيقة الأمر، فانتهى الموضوع. قلت طبعا يعني نتنازل عن، يعني لن أدافع عن قضية فيما يتعلق بمجلس النواب، ما تردوني أنا مالتكم يا المنتصر. بهالبساطة، لأنه بعدين هم محمود وراء أشهر تقبية قال لي احنا استغربنا لموقفك. ليش؟ قال احنا هذا تكتيك، احنا ردنا نرفض حتى تقدم تنازلات انت وتبقى بهذا المنصب. انت ما طارق الهاشمي هو رجل تنازلات بهالشكل؟ وانتوا هاي التنازل تردوا لمصلحه بلدي لو قضايا شخصيه؟
قال لا إدارة الإدارة وبعض التشريعات اللي ما تصدر وريد كذا وكذا، عندنا شروط موجودة. غريب أنت أسقط في يده لما لم تستجب، وإنما رأسا وافقت وقلت أنا للمريدة أنا ما أريده. فعلا أنا هذا الكلام قلت له، ولن أناقش الحزب، قالوا خلنا نناقش كذا، قلت له ما حد يروح رجاء ولا أنا أقدم استقالتي وأطلع، ما لكم علاقة بي أنتم، خلي جاي واحد يكون هو مكاني، بس أنا شخصيا ما أتفاوض. وعلى أساس قالوا أنت رئيس الجمهورية خلاص. ورا يومين وفي قسام الرأي اتصل بي، قال السيد الرئيس يريد يلتقي بيك، جلال طلبان، راح الجلال طلبان، رحت والله السلام عليكم أم جلال وكذا، يعرفني طبعا نحن ملتقين سابقا خير إن شاء الله. قال والله أنا على موضوع المنصب رئيس الجمهورية. قلت له خير شنو المشكلة؟ قال تعرف أنت يعني أنا أعرف أنت مرشح، بس والله أنا أريد المنصب إليه. قلت له أم جلال ليش؟ هل طارق الهاشمي غير مؤهل؟ ما عنده كفاءة؟ جذوره، ثقافته، عائلته؟ قال لا 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 لا، أنت ما شاء الله مكتمل كل الأركان، لكن والله العظيم أنا المنصب أريده إلى نفسي. قلت له شو سوي بنفسك؟ أنت صرت رئيس جمهورية؟ قال صرت مرة واحدة، سنة واحدة، سنة ما كافي، أنا أريد أدخل التاريخ بدورة كاملة 4 سنوات ومقابلة واحد، أنت تقود كل الوفود العربية اللي تحضر مؤتمرات القمة العربية. 2، أنت رئيس الجمهورية القادم في انتخابات عام 2010 وأتعهد لك أن تقف معك، يقف معك الأكراد والأحزاب الكردية، وأي مساعدة تحتاجها أنت مستقبلا أنا سوف أقف معك في هذا الموضوع، وأنتوا حزب إسلامي فقير ما عندكم إمكانيات نوقف وياكم وندعمكم كذا إلى آخره. الكلام كان مفاجئ بالنسبة لي، أنا أيضا ما متحضر حتى للجواب، وما توقعت أن تصير جرأة عند شخص أن يطالب الموضوع النسي بهال على قيد دز مندوب دز قنع، أما شخصا وجه لوجه وأنا ما محضر الجواب على القضية اللي ما كنت أتوقع الناس تناقش. فقلت له ما جلال نعطيني مجال خلي أناقش الموضوع بالمكتب السياسي. رجعت والله، فقلت لهم إخواني كنت أطور جديد حصل بالموضوع، وأنا التقيت اليوم برئيس الجمهورية مام جلال، مام جلال يريد المنصب له، والقرار لكم، أنا سوف لن تدخل، أنت رشعتوني وهذا طلب، وأنا هذا جاي الطلب من ممثلي الكرد، وأنا يعني عندي موقف خاص من الأخوة الكرد، بالتالي أريد هذا الموضوع يدرس بعناية ونطلع من عنده بحصيلة نستفاد منه، من هذا الموقف إذا كان هناك موقف مرن بالموضوع نستفيد من هذا الموقف المرن. والله ناقشوا الموضوع إلى آخره، فقالوا الموضوع والله إما كنت كيف. قلت لهم والله شوفوا، أنا بالنسبة لرئيس جمهورية أو نائب رئيس جمهورية ما تفرق، سبب الدورة الأولى 2006-2010 كانت هنا هيئة رئاسة، رئيس الجمهورية والنواب نفس الصلاحيات، نفس الميزانية، نفس القدر بالضبط تماما، دستور، نعم الدستور واضح بالهيئة بالدورة الأولى رئيس الجمهورية النواب هم كلهم رئيس جمهورية يعني كذا من ناحية الصلاحيات الميزانيات. الانطباع العام إنه نائب الرئيس فقط شيء شكلي بالضبط بالاسم، أما صلاحيات ما له علاقة. لا خلص يعني إذا موضوع بالضبط فقط هي بس مجرد الاسم، بس العنوان هذه ليست مشكلة. المهم رحت اليوم التالي قلت خلاص جزاكم الله خير، أديت له تحية قلت له السلام عليكم سيادة الرئيس. هو أبشر، قلت له مام جلال قلت لك السلام عليكم سيادة الرئيس، خذها لك الموضوع أنت يعني قام حضني وبوسني وقال لي هذا الموقف لن أنسى، ولكن مع الأسف نسى مع الأسف.